رغم كل الاحتياطات التي توضع لمنع اشتعال الحرائق في ناقلات النفط، إلا أن الظروف الصعبة التي يتم مواجهتها في عرض البحر تصبح صعبة المراس نظراً لنشوب الحرائق داخل السفينة. وبالتالي فإن الخسائر التي تحدث في الناقلات النفطية أو المدنية، سواء البشرية أو المادية، غالباً ما تكون كبيرة ومأساوية. ولكن عمليات الإنقاذ للسفن أو الناقلات تتم بسرعة في حالة تلقي الإشارات اللاسلكية بوقوع حريق على ظهر أحد ناقلات النفط، ولكن الصعوبة تكمن لدى رجال الإنقاذ في كيفية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البشر وهم داخل الناقلة يواجهون أصعب الظروف وأحلكها خلال نشوب الحريق. ومع ذلك فعندما يتم إنقاذ حياة الناس من على ظهر السفينة، فإن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل يتم الاتصال بالجهات المختصة التي تقوم بكل الإجراءات المكلفة بها لتقديم المأوى والطعام للناجين، وخاصة الأجانب الذين ينتشلون وهم على ظهر الناقلات التي يعملون فيها، بعد أن يعرفوا أن ناقلتهم تعرضت لأعطاب كبيرة وبالتالي استحالة مواصلة سيرها للجهة التي ستذهب إليها. وكثيراً ما قامت وحدات تابعة لشركة نفط البحرين بإرسال خبرائها إلى الناقلات المنكوبة، حيث يتم كثيراً قطر السفينة إلى البحرين من أجل إصلاح الأعطاب التي لحقت بها جراء الحرائق أو غرق بعضها الآخر نتيجة دخول المياه بكميات ضخمة إلى السفينة. Thank you.
وقد وصلت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي الكثير من السفن وخاصة ناقلات النفط من أجل إصلاحها بعد الخسائر التي لحقت بها جراء حرائق أو إعصار تعرضت لها تلك السفن وهي في عرض البحر. وخصصت الجهات الحكومية المختصة أيضاً طائرة عمودية لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة، وخصوصاً أصحاب السفن الذين يعانون من الصعاب في غالب الأحيان وهم يقومون بتأدية أعمالهم بالسفن. وقد ساعدت هذه الطائرة العمودية في إنقاذ الكثيرين من الناس نظراً للدور الإنساني الذي قامت به لجهة سرعة نقل هؤلاء وهم يعانون صحياً إلى المستشفى الحكومي وتقديم العلاج والعناية بهم طيلة فترة وجودهم في البحرين. أما العمال الذين لا يحتاجون إلى العناية الطبية فإن الجهات المختصة وفرت لهم كل ما يحتاجون له من مأكل نظراً لقلة المواد الغذائية التي كانت معهم بعد الحوادث التي تعرضوا لها في عرض البحر.